جابونا لسوريا بناية كبيرة 3 طوابق ونحنا كتيرين، كل واحد يجي وياخذ وحدة، ياخذ وحدة وبياخذ، في ناس بياخذها وبتحررها بزوجها، في ناس بياخذها يعني مثل جارية بتشتغل على زوجته مثل خدامة، هيك. أنا واحد سوري أخذني اسمه علي محمد من رقة، رقاوي، راح عنده 2 شهر ندل عنده، هو يعني حررني زوجني، سنة ندل عنده وهو راح يعني طلع على القتال، يعني راح على القتال بالحمص. كيف شفت الإسلام؟ وهلا بدك ترجع للدين؟ بالباغص وضع سيء، ما في لا مي ولا أكل ولا حتى صعب حيل الوضع صعب. حتى المي نحن بدنا نشرب مي، نحن كنا ناشفين، نحن ما بقدر نروح عن النهر نحن مشان نجيب المي من القناص، ما استرجينا نطلع على طول يعني تحت هذا تحت القاع بالجورات نحن عايشين. يعني في ناس بتقول يعني انتوا صار مسلمين، اذا انتوا رحتوا اهلكم يزيدين، اذا انتوا رحتوا اهلكم راح يذبحوكم حيقتلوكم. خفت عندي خوف، ما سلمت حالي. بلكي هنا كاجوان نادي تشبسري شنقالي هاد او برن اني سوري وشنقال يعني نزان انا تشبقن ديوان هاد تشبسري شنقال هاد وان او بجعفي خوان نادي تنا ام جي جيرت بيجين وامد بيجين يعني تشما حتى انها وكا فيجنا ايرو الباما تشما حتى انها تند هاتي تخونت سلمان جا او جي ترسك هتي دليوان ده قوش مرض قوتن هون هرن هون سلمان بونوي وأهلي وابوكو جين